إلى ياسر عرفات تحية طيبة وبعد رسائل من أطفال فلسطين. أنا كتير زعلت لما استشهد أبو عمار. ليش؟ لأنه كان واحد منيح وكان يعني مناضل، مش يعني كان يعمل أشياء بالنضال، كان يساهم على النضال، يعني مش يعني يعمل سلام وهيك، يعني كان هو بده يحارب. ياسر عرفات كان رئيس كتير مهم، وكان يجابه كل الأعداء وما يخافش من حدا، وكل اليهود والإسرائيليين والناس اللي ضدنا كانوا يخافوا منه. ولما مات إنه مات بتسمم. أنا بقول إنه هو مات تسمم عن طريق اليهود، أنا هيك بقول. بقول أبو عمار يريدوني قتيلا، يريدوني أسيرا، وأنا بقول لهم شهيدا. إنه هو كان رئيسنا السابق وتحاصر برام الله، وطبعا لما تحاصر إحنا تضايقنا كتير وسمموا اليهود، وأنا بكرههم كتير، والله يجزيهم. مات وهو مسموم من اليهود، طبعا مش عارف من ايش مات، بس بعرف من يهود انا. هدوله كل دوره قعد في غرفه واحده، بالاخر سموه اليهود واتهموا حدا تاني غيرهم.